طلع في دماغي انا وقت وعيالي باشا حبيبي باشا ربنا يكرمك يا برنس ربنا يكرمك يا سادم الله يسلمك الله يسعدك الصوت يا اخوان دقيقة بس الله يسعدكم دخلنا يا جماعة الخير كالعادة بنصور تفاجأت مبارك يقول في هدية لك هنا جيت شفت هذا المنظر الجميل يا جماعة الخير يا ساتر ايوه ابي ايش اوكي انا شوف الله يخرج من الشبه 40 لا اله الا الله اديني اديني يا ساتر البروفيسور سنتين والله العظيم من اللي رسالها تدري ولا ما تدري والله ما اعرف شكرا يا اللي رسالته الله يعطيك العافيه فعلا ابدعت وامتعت وحبيناها والله ارت والله هذه كلها الحين تنوكل حرام تنوكل تنوكل ذي سيب مرايتي الله الله جرب مراية سكر ده جرب مراية خد مراية العربية يا جماعة جرب مراية سكر ما ينأكل ده لجوته بالله والله لأنه كل داخل ايوه هذا تعال ناكل طيب نسمي بالراس لا 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 هذا برضو هذا سكر سكر لا حرام بس والله بس الوجه ابدع بصراحه ابدع يا اخوان الشيء الصغير احلى شيء الصغير يا جماعه احلى شيء على جنبه انت سريع ايش ما شفته هنا انت شوف رجلك ايش كبرت هذا اخو بندر من هنا بندر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر الله يعطيك العافيه اللي ارسلته شكرا شكرا الله يجمعنا أنا ما حني عليه وإن الله يقوي عزومنا على الخير وسلامتك على الرحمة طريق أحجاجك ذا اليوم يوم وكل يوم يا الله صلاني الإكرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا كريم يلا يلا اذا خلينا نطلع خلينا نطلع فكريني الرياض انا اسمع بالرياض بشكل غير طبيعي فكريني الرياض بشوف الناس شوف الشوارع يلا يا ابراهيم يلا الله احييهم شلونكم عساكم طيبين وصلنا يا جماعه الخير للمكان اللي احنا جايين عشانه مرحبا الشيخ يا مرحبا الناس ما لها حل يا ابو فهد علي محمد يلا حيه يا مرحبا الله يسلمك طبعا جايين يا جماعه الخير تغطيه توما صار اسمها الرياض والله توما صار اسمها الرياض توما صار اسمها الرياض الله يرفع قدرك اقول جاي الحفل تتشين يا جماعه الخير عطور ريف تتشين عطرهم الجديد 33 وايت خلوكم معنا جوب الارض في شتى بقاعها جبال وديان انهار وبحار بحثا عن افق ساحر لا يضاهيه طيب فضاق بنا الكوكب وبلغنا به المنتهى استمر بحثنا حتى وصلت انظارنا عنان السماء لنرى قمرا مبدرا في تمامه اصبح عيننا القمر استمر بحثنا وصلنا وتشبعت حواسنا بشذا ضوءه فاستخلصنا قصيدة عطرية لم يسبق لبشر اكتشافها في بحر العطور عدنا إلى الأرض ومعنا تركيبة نادرة تختلف
نختزن أسرار الجمال والدهشة لنصنع منه عطرا. الاقتناع اقترب من القمر. طبعا ماجد يا جماعة الخير جايب لي هالورقة ذي هدية هو فيصل. الله يرضى عليك. يا مرحبا. يلا هيا ماجد علومك. الله لا طيب يقولون هذه نجمة شارينها من ناس لي وباسمي. وهذا موقع. وهذا موقع النجمة ها؟ عشان لو ضيعت ولا شيء دل دربك على. يا خبر سهيل وخبر لا 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 ضعت في البر. ادخل الكيو ار ذا. ايوه. كيف وبتطلع لك موقعها فعليا في. حلو. انتو ريف مكتوب؟ ايه انتو ريف. وش اسم النجمة اللي شريتوها باسمي؟ والله باسمي مشاري. اسمها مشاري؟ نجمة مشاري. الله أكبر. اللي يدلها يروح على طول نجمة. الله أكبر عليك. وهذه لك كل الشهادات اللي تثبت. وهذه موقعها. يا ولد بطلنا بطلنا راضي رحنا للنجوم يا ابو الله يطول عمرك. عسى تسوى شيء واجد يا الربع. اصبر شوي بس خلها. خليها كم؟ 10,000 ايش؟ تبيع. وفرها في جيبك. 10,000 وفرها في جيبك. الله لا يهينكم يا الربع. الله يبيض وجيهكم. تستاهل اكثر والله. تستاهل الطيب. طبعا تدشين عطور ريف على هذا العطر الجديد يا جماعة الخير، عطر وايت 33 عطرهم الجديد. مكونات العطر يا جماعة الخير: افتتاحية العطر توت، وقلب العطر زعفران، وقاعدة العطر عود. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما أحكي لكم يا جماعة الخير عن الريحة كيف بتكون. كل تحدي نفوز فيه قصب عشان يذلف من الكرفان ولا انا اللي بمشي. والله ما يذلف الا هو. ما لقيت الا هالاثنين يفزعون لك. ما شاء الله تبارك الله. كذا الصباح الزين والجو الخيال. شبيه من خيلها بقلبي صائله. حتى الضباب